بالكاد لا يمكن لأحد أن ينسى الفنانة السورية الشهيرة رباب كنعان، صاحبة الدور الأبرز في مسلسل يوميات جميل وهناء، والذي تم عرضه للمرة الأولى في عام 1997، وقدمت حينها شخصية وردة، والتي عاودت تقديمها أيضا في الجزء الثاني من المسلسل ذاته، والذي حمل وقتها عنوان ألو جميل ألو هنا، والذي عرض في عام 2001. أدوار عديدة علقت في أذهان الجماهير وعشاق رباب كنعان في سوريا والوطن العربي، ما بين السينما والأعمال الدرامية الشهيرة، حيث برعت الممثلة السورية الرائعة في العديد من الأدوار والأعمال الاجتماعية. أول ظهور للفنانة رباب كنعان كان عبر شاشة التلفزيون في عام 1990، حيث شاركت في مسلسل شبكة العنكبوت، وبعدها توالت مشاركاتها الفنية. استكملت رباب كنعان مسيرتها الفنية بعدها بعامين فقط في عام 1995، عبر مشاركتها في مسلسل الخطوات الصعبة، وهو من بدايات أعمالها في الدراما السورية. نجحت رباب كنعان في تجسيد مجموعة من القصص الاجتماعية في فترة التسعينيات والألفية الجديدة، التي لاقت نجاحا كبيرا، وأبرزها دور مايا. ولدت الممثلة السورية رباب علي كنعان في 18 من مايو عام 1971 في دمشق في سوريا. تخرجت من المعهد العالي للفنون المسرحية، كما أنها خريجة المعهد العالي للموسيقى الفنونية، وهي عضو في نقابة الفنانين السوريين منذ عام 1993. شاركت بالعديد من الأعمال، وكان أول ظهور لها في عام 1990. هي ابنة الشاعر علي كنعان من قرية الهزة، تزوجت من الممثل جهاد عبدو وأنجب ابنتهما جوليا بعام 1998، إلا أنهما انفصلا في عام 2001. قالت الممثلة السورية رباب كنعان في إحدى الحوارات الإعلامية أنها فكرت بتغيير اسمها إلى وردة تيمنا باسم الشخصية التي أدتها في مسلسل جميل وهناء للمخرج هشام شربتجي، وحققت فيها نجاحا لدرجة أن الناس باتت تناديها بهذا الاسم، معتبرة أن شربتجي مخرج خبيث بالمعنى الإيجابي وشيخ كار وسحره لا يقاوم، لأنه استطاع من خلال التفاصيل التي رسمها للشخصية أن يطبعها في ذهن الناس، رغم أنها حاولت تخفيف بعضها في الجزء الثاني. كما قالت في برنامج المختار أن شخصية مايا في الفصول الأربعة أقرب لشخصيتها الحقيقية، وأن التمثيل فن الخديعة الجميلة، والجمهور يشارك مع الممثل فيها عندما يطلق عليه أسماء شخصياته في الحياة العادية. كنعان بيّنت أن غيابها كان لظروف مرت بها، آخرها كان رحيل والدتها، وأن عودتها جاءت من باب المسرح بعدما عرض عليها زميلها في الدفعة وليد الدبس المشاركة في مسرحية جديدة، وأضافت أنها لن تجلس بانتظار دور أو شخصية جديدة، بل ستقوم بخلق خياراتها الخاصة، سواء عبر الاتجاه للكتابة أو عبر القيام بإدارة مشروع فني أو إنتاجي خاص بها. أما عن الحياة الخاصة، كشفت رباب لباس المحرز أن زواجها مرتين وانفصالها لم يجعلها تغلق باب الارتباط مجددا، منوهة أن ابنتها جوليا لها خياراتها الخاصة التي تدعمها وتجعلها تكون شخصيتها المستقلة. وفي الختام لكم مني أطيب الأمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.